شبه مين من الابراج السماويه عنده فن اختيار الهديه اللي تلمس؟ لا انا مش فني يا شيف، انا كنت عايزه اسال ابتكار. مبتكر، عنده كرياتيفيتي. كرياتيفيتي موجوده، الهديه تلمس في القلب. موجوده في السرطان، السرطان مبتكر في الهديه. وقوس على فكره، ولا مش قوي؟ مش قوي، مش زي السرطان. مش زي السرطان، لان السرطان حبيبي ويحب الحب ويحب الكلام الحلو ويحتوي زوجته قوي، يعني بيحب الحب، بيحب الرومانسيه، بيحب الكاندلز، البحر، الشموع. الشموع، الشموع الحمراء الجديده دي حلوه قوي. بيحب الحاجات دي، فتلاقيه هو بيفكر. مش عرفك انت يا نمس. انا بعمل ديكورات لعيد الحب. اوكي. اي رومانسيه بانت. انا بعمل الديسبلاي بتاع عيد الحب. انا برضو نصيحتي للرجاله، ابتسموا في وش مراتاتكم. بلاش البوز. اضعف. حلوه النصيحه دي قوي. بلاش البوز. حتى لو مش هتقدر تجيب هديه، حتى لو مش هتقدر تجيب ورد، حتى لو مش هتقدر تخرجها، على الاقل فعلا ارجع مبتسم، ارجع سعيد. طبطبك. ارجع مودك حلو، دي تبقى احلى هديه على فكره. يبتسم بس. بلاش البوز. صعب قوي. البوز صعب قوي. فعلا. يعني كلنا مضغوطين وكلنا عندنا مشاكل، بس لازم نتفائل، لازم نبتسم. انا معرفش اللي بيكشروا بيبقوا عايشين مكشرين دول بيعيشوا ازاي. طب استنى بس، انا سؤال لبص. لا نعم. هتقبلي الهديه دي الابتسامه الجميله؟ والله احنا جداً. نقبل جدا. انا احنا بنحب الفرفشه جدا. ايوه، ونحب ما نحبش النكد. احنا الستات للاسف ما تحبش النكد نهائي، وعلى طول مبتسمين وعلى طول بنضحك. حتى انا ما يفرقش معانا الهدايا دي خالص. لا خالص، لان اخر حاجه الهدايا بالظبط. احنا مش ماديين خالص. وانا هيخش بكره عليكي مبتسم كده اقول لك كل سنه طيب بوسي. كفايه انه افتكر، حتى لو ما عملتش اكل حقيقي، حتى لو ما عملتش الغدا. لا، مع بكره مفيش غدا. تمام، انا اعمله لك في بكره. ابتسامه حلو جدا. احلى كده. أحلى حاجه والله. احلى. طب يا مايا، مين من الابراج اللي نقدر نعتبرهم ابطال العالم في السنجله؟ برضه انت بتدعي للسنجله؟ ما هو الايه، بالنسبه للستات ولا للرجاله؟ بالرجاله. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم عندهم فير اوف كوميتمنت، بيخافوا من الارتباط، ما عندهمش اي مشكله ان هم يفضلوا غير مرتبطين، وهم بيعمروش في جوازه. مين ابطال العالم في السنجله؟ ممكن اقول اللي ارتباطه صعب وانك تدخليه القفص بصعوبه جدا، لو اتعود على الحريه وما اتجوزش بدري وهو صغير، يعني كده اتخض كده واتجوز. اسد؟ لا. التور؟ لا. الدلو. الدلو. الدلو والحمل. محدش عارف يسيطر عليه. لو ما اتجوزش بدري، خلاص بياخد على الحريه وصعب. الاسد ده طبعا ده بيعشق الحريه. رجل وست. الست لو اتعودت على انها تبقى لوحدها بتبقى مبسوطه جدا، وبتبقى متعوده عادي، مفيش حاجه ناقصاها. لا. لكن في راجل لا، ما يقدرش يعيش من غير اسره. طب مدخل برج الثور رجل. مدخل برج الثور رجل، بالنسبه لإيه؟ للحياه الزوجيه، ان الست تسمع كلامه، وان هو شرقي جدا على فكره. الثور في الرجاله شرقي جدا، يعني تسمع كلامه وتقول له حاضر. ايوه، ده عامل زي السيد. السيد. ومش اي شغل، وما يفضلش الست اللي بتشتغل كمان. عايز الست تشتغل شغلانات هو يوافق عليها، حتى لو قال العكس. اصل دايما يقولوا ايه، يقول زي ما هو عايز. احنا كذا، احنا ما بنصدقش الكلام، احنا بنصدق الافعال. حلوه جدا جدا. بصوا، نختم بقى بالجمله. أيوة. الجميله دي يا جماعه، وخلوها يعني موتو في حياتكم. الموتو. احنا ما بنمشيش ورا الكلام، احنا بنمشي ورا الافعال. الهدف يعني. سيبنا من الكلام بقى خالص، يعني تعبنا كلام. احنا عايزين افعال. صح صح. نشكرك مايا ناجي، خبيرة الأبراج، نورتينا وشرفتينا النهارده.